صباح الخير مشاهدينا لحلقة جديدة من برنامج السياسة اليوم. خطاب نتنياهو امبارح أكد المؤكد وأكد أنه هذا الدعم المتناهي الأمريكي للحرب على غزة ولكل السياسة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. امبارح رغم أنه كان هناك مقاطعة بالكونغرس ولكن شفنا التصفيق وشفنا كيف تفاعل الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مع خطاب نتنياهو واللي واضح أنه كان كل يعني ثلاث أرباع الكونغرس كان في جزور أو هوى صهيوني خلال الخطاب، بينما بالخارج كانت الصورة مغايرة تماما بهذه المظاهرات. رح يكون هذا المحور الأساسي لموضوعنا اليوم بالإضافة إلى تطورات في غزة وفي الجنوب اللبناني. بدي أعرفكم على ضيوفي معي بالاستوديو، أستاذ علي أبو ياسين رئيس المكتب السياسي بالجامعة الإسلامية. صباح الخير أستاذ علي، وأهلا وسهلا فيك، أول مرة بتطل معنا. صباح الخير لإلك وتحية لإلك ولكل الشعب اللبناني، تحية لأهل الجنوب تحديداً اللي صار لهم 9 شهور صابرين وصامدين وعم يتحملوا الألام وعم يتحملوا الدمار وعم يتحملوا الشهداء. تحية لكل عوائل الشهداء في الجنوب وفي البقاع وفي كل لبنان. تحية من منبركم لأهل غزة كمان اللي سطروا أسطورة بطولات وأسطورة تحدي واللي قاموا بفعل يعني قد يكون لأول مرة يقوم به حدا في هذا التاريخ، وعروا هذا العدو الغاشم، هذا العدو المغتصب، هذا العدو المجرم اللي سمعنا امبارح كلماته خطابه وهو يتباهى بإجرامه ويتباهى بوحشيته للأسف الشديد، وهو يقول أنه يخوض معركة بين الوحشي والتحضر. هو فعلا هذا كلام صحيح، هو المتوحش ويقتل كل المتحضرين. على كل حال، أول صفة أو أول يعني وصف إذا بدنا نقول إجي من عنده يائير لابيد اللي قال له خطابك مشين. طبعا هن يعني حساباتهم مختلفة وحساباتهم بالانقسامات الداخلية، لكن خليني استعمل له مشين من عندهم. صحيح. هيدا الكلام اللي حكي، وهيدا بدنا نحكي أيضا بالعناوين، التحضر والوحشي. يعني إذا كان التحضر هو قتل الأطفال، يعني لا الوحشي الإرهاب الديمقراطيات، هذا الإجرام، هذا اللا إنسانية، هذا يعني فعل يعني يخالف كل قواعد الإنسانية والقيم والأخلاق اللي عم بيقوموا فيه، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل العلماء، قتل أساتذة الجامعات، منهج الإبادة، تدمير يعني جعل غزة أرض يباب، يعني تدمير الجامعات، تدمير المستشفيات، استهداف العقول بشكل واضح والنخب العلمية بشكل ممنهج. لا، هي الوحشية بكل معنى الكلمة، ونتأسف يعني لتغطية هذه الوحشية. على الحال، هو أعطانا امبارح كتير عناوين تقدر تخوض فيها. صحيح. لأنه إذا في حدا كان يعني إذا في حدا بده يسمع، أكيد في إشياء حكيت بالفعل يعني بتفوت فيها بجدلية للي بده يسمع. أكيد اللي ما بده يسمع مسكر ديني. طيب، رح يكون أيضا معي بالحلقة، ما بعرف إذا صار معنا، القاضي سام سلامة من رئيس محكمة ديرنبورغ بميشيغان، مباشرة أيضا من ميشيغان، لنوقف عند هذا الخطاب كيف شافوه، وأيضا لنعمل ربطا بموضوع الانتخابات الرئاسية. والحلقة كمان مفتوحة لنشوف بجوز يكون معنا كمان دكتور موسى أبو مرزوق من قطر، عضو مكتب سياسي بحركة حماس، لنشوف كل موضوع المصالحة اللي حصلت بالصين، اتفاق بكين، قديش مهم وقديش رح تحاربه إسرائيل، لأنه بشكل تهديد كتير طبعا كبير لإلها. رح أبدأ معك بلكن صار معنا القاضي سام سلامة. أول شيء يعني بالشكل قبل ما نفوت، المضمون كتير كبير. طبعا أول شيء الجماعة الإسلامية يعني بشكل يعني سريع رح نرجع نفوت، كان لها دور كتير كبير بهذا، وواضح أنه الاستهدافات الإسرائيلية لقيادات بالجماعة الإسلامية بقوات الفجر كان واضح جدا أنه يعني أصبحت على أجندة عدائهم بهذا الصراع. لكن خليني قبل ما فوت فيهم، خليني أنتقل. أصبح معنا القاضي سام سلامة رئيس محكمة ديرنبورغ بميشيغان. صباح الخير رئيس. صباح الخيرات ليندا، إليك وللمشاهدين ولكل اللبنانيين. لا، عنده صباح الخير، هلأ عندك الساعة 3:30 كمان. هلأ صار الصباح مشترك بيناتنا. بعد نعتذر كتير مأخرينك لهيدي الساعة،
القاضي سام سلامة. أول شيء يعني كان نفس السؤال كنت عم بسأله لضيفي بالاستوديو أستاذ علي أبو ياسين رئيس المكتب السياسي بالجماعة الإسلامية. بالشكل قبل ما نفوت على المضمون، مبارح كانت كل الأنظار متجهة ليس على خطاب نتنياهو لأنه معروف شو كان بده يقول، ومعروف كان أنه ما حدا ناطر منه كان يعمل خطوة إلى الوراء أو يقدم شيء مبادرة، لكن هذا التفاعل اللي حصل معه داخل الكونغرس كيف شفته بسلبياته وبإيجابياته لناحية المقاطعة اللي حصلت اللي هن 90 نايب من الكونغرس الأمريكي؟ تفضل رئيس. تحياتي أيضا للأستاذ علي ضيفك. و الحقيقة يعني امبارح كان يوم لبس في مجلس النواب الأمريكي ثوب العار، يعني بشكله الأسوأ. الحقيقة يعني المشرعين الأمريكيين امبارح استضافوا مجرم قاتل سفاح منافق، وكانت هي مش أكثر من عراضة لنتنياهو وعراضة لمايكل جانسون رئيس مجلس النواب الأمريكي اللي هو من الأكثرية الجمهورية، ولكن كانت المقاطعة فعالة جدا. اللي ما صوروا الإعلام الأمريكي الحقيقة هو المقاطعة والمظاهرات اللي صارت برا، وكان لافت للنظر أنه اعتقل أكثر من 400 أمريكي ينتمون إلى الديانة اليهودية مع حركة اليهود من أجل السلام، وبينهم حكامات، وكانت المقاطعة جدا فعالة، وكانت المظاهرات يعني خارج الكابيتال هيل على مستوى عالي، والشعب الأمريكي فعلا يعني بعده ما غير نظرته لا لنتنياهو ولا لإدارة بايدن، بعدهم بيعتبروهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية وعن القتل والتدمير والإرهاب والتنكيل بأهل غزة ومحيط كله. يعني في 128 نائب ديمقراطي قاطعوا الجلسة، وكان أبرزهم يعني في مقالات كانت مقالات عديدة، وخصوصا بعض التصريحات من ديمقراطيين يعني على مستوى منهم لافت كان بيرني ساندرز اللي اعتبر نتنياهو مجرم وقاتل وكذاب، مجرم حرب، ونانسي بلوسي ونانسي بلوسي رئيسة المجلس النواب الأمريكي السابقة اللي قالت إنه نتنياهو كان أسوأ شخصية بتجي وبتحظى بشرف مخاطبة المشرعين الأمريكيين. يعني ما كان الاجتماع أكثر من عراضة، ويمكن اللي سمعوا الخطاب اللي حكي نتنياهو ما قدم فيه جديد، قدم إصرار على القتل والتدمير وممارسة يعني العدائية للشعب الفلسطيني، وما قدم أي رئيس غياب كمالا هاريس كمان لفتوا لغيابها، هي كان مفترض تكون موجودة لأنه كان في دلالة على غيابها، هيك سمعنا يعني الإعلام الأمريكي. وهي قدمت اعتذار أنه كان عندها ارتباطات سابقة. هلأ لا يخفى الأمر أنه ديناميكيات السياسة الأمريكية الداخلية أو أحياناً بتفرض على بعض المرشحين أنه يتماهوا مع الأجندة تاعت الأيباك اللي هي منظمة العمل الصهيونية. فإله اجتماع هلأ، مجدول اجتماع مع كاميلا هاريس يوم غدا، واللي عم يتسرب هلأ طبعا بعد إعلان ترشيحها للرئاسة الأمريكية بلش يتسرب يعني معلومات عن كاميلا هاريس أنه كانت جدا معارضة لاستمرار الحرب بغزة، وأعلنت هذه وقامت يعني بإعلان وتصريح بالغرف المغلقة أثناء الاجتماعات، وهذه الأنباء هلأ عم تتسرب من موظفي البيت الأبيض والستيت ديبارتمنت أو وزارة الخارجية اللي هن استقالوا احتجاجا على رفض إدارة بايدن يعني ضغط على إسرائيل، ضغط فعلي لوقف إطلاق نار بغزة. يعني في خطورة عليها صار؟ يعني ما بتصور في خطورة، لأنه آخر استطلاعات الرأي يعني بالتحديد امبارح كانت متقدمة بنقطتين مئوية على دونالد ترامب. يعني آخر إحصاء أو آخر عملية استطلاع رأي حصلت هي على 44% مقابل ترامب 42%. هلا لا شك أنه بعد يعني بعد في وقت للانتخابات، ولكن يبدو أنه حصلت زخم. وكان اللافت أنه من وقت إعلان ترشيحها وتنحي بايدن جمعت من التبرعات ما يقارب 125 مليون دولار بيوم واحد، وهذا كان جدا لافت
يعني بتاريخ السياسة الأمريكية. فهلأ في، وكمان ما ننسى إنه المؤتمر العام للحزب الجمهوري قلط، وعادة المؤتمر العام بيعطي زخم للمرشح. فهلأ المؤتمر العام للحزب الديمقراطي قادم يعني ب 19 الشهر، من 19 ل 22، وكاميلا هيرس الظاهر إنه يعني صارت قريبة جدا من إنه تحصل على أكثر من 50% من أصوات المندوبين، وتصبح المرشحة الوحيدة بحلول موعد المؤتمر العام للحزب الديمقراطي. والله هالقد حظوظة عالية. بس ريس، بس لأنه نطينا على الانتخابات، بس كان بدي تكفي لي بخطاب نتنياهو. يعني شفت انه بالشكل المقاطعة اللي صارت، وانه هيدا تحول ممكن يكون مش لكن منه، خلينا نقول انه في سلبيات كانوا، يمكن الناس سمعت خطابه وسمعت التفاعل بالداخل معه، لكن انت عم بتقلنا انه كان في مقاطعة يعني الاشارات اللي كانت موجودة دليل على انه ما لقى حاضنة كتير كبيرة لخطابه لتوجهه. العناوين اللي طرحها يعني خاطب كتير العاطفة الأمريكية، لما بيقولون أنتوا هيدا 11 سبتمبر 20 مرة اللي صار عنا ب7 نوفمبر، فات على شيء يعني تاريخي أليم بالوجدان وبالذاكرة الأمريكية، ولما بيقولون أنه بين الخير والشر هالقد جسدون، ولما بيقول أنه إيران داعمة اليهود اللي موجودين برا، يعني مين ممكن يتخيل انه ايران بتدعم بدها تدعم اليهود اللي معتصمين؟ هيدا مين شو جرب يعمل بهالخطاب؟ يعني لا شك هو حاول يلعب على الوتر العاطفي ويثير يعني الاحداث اللي تعرض لها الشعب الامريكي، وحاول انه يوصف اسرائيل بانه هي عم تحمي الامريكيين الى حد ما، وقت اللي قال انه اذا نحن بنمنع ايران من الحصول او التحول الى دوله نوويه بنكون عم نحميهم قبل ما نحمي اسرائيل، وحاول انه يحط الاسرائيليين بنفس الخندقه مع الامريكيين. بس بعتقد صارت يعني المسائل مكشوفه للاعلام ومكشوفه لكل المواطنين الامريكيين اللي بلشوا يعني يعبروا عن اهتمام بالسياسه الخارجيه. يعني العرف هوني والمتعارف عليه انه الشعب الامريكي ما بيهتم كتير بالسياسه الخارجيه او باللي بيحصل خارج حدود بلاده، بس قصه غزه يعني كان من الصلف ومن العنجهيه ومن النرجسيه ومن الانانيه والوقاحه بنتنياهو انه تهجم على الكادر التعليمي بالجامعات الامريكيه وعلى الطلاب الامريكيين، على طلاب الجامعات الأمريكية، وصفهم بالحمقى واعتبر أنه اللي خلوهم يقوموا بحالات اعتراضية وبمعارضة اللي عم تعمله إسرائيل بقطاع غزة أنه هودي غير مسؤولين وهودي معادين للسامية. رجع يعني عم بيحاول نتنياهو بطريقة أو بثانية يستعيد الرواية الإسرائيلية التوراتية أنه أرض الميعاد لليهود ولإلهم وما حدا لازم يقرب عليها ولازم الأمريكيين يدعموهم بهالمنحة هذا. وحاول أيضا يلعب على الوتر العاطفي بقصة 11 أيلول وبيستعيد مصطلحات، أنا ما بحب كرر المصطلحات اللي بيستعملوها، أنه إيران تدعم المحور المعادي لأمريكا، وهو بيوصفه بمحور ما بدي أنا استعمل مصطلحه. وأيضا حاول كمان يلعب على قصة المعادات السامية، على معادات السامية إنه هود اللي بيعادوا إسرائيل اللي معادين للسامية. وأيضا كمان كانت محاولة استجرار عطف الأمريكيين إنه إذا بتعطونا أسلحة أكثر، على اعتبار إنه يعني ما عطوا أسلحة وعلى اعتبار إنه في أسلحة رئيس بدي انتقل لموضوع السلاح، لانه هو يبدو انه مش يبدو، كان واضح انه هو عم بده يعني حكى عمل كل هالديباجي لحتى يضل يقول انه بدكم تضلوا تدعموني وتعطوني سلاح لانه بدي كفي هيدا المعركه. ولكن بدي اسمح لي بدقيقه لانه هيدا الموضوع مهم، اسمح لي بدقيقه بدي اتوجه بالسؤال اللي حضرتك حكيت عنه، استخدام الدين. يعني استخدم مصطلحات من الإنجيل، آية من الإنجيل، واستخدم مصطلحات دينية للتركيز على أنه لازم تكفي الحرب
حتى المتزو الإسرائيلي، وحتى لما حكي عن الـ عن الـ الـ الإدارة المدنية مين بده يستلم غزة، عم بيقول إنه ما حدا يعني يدمر إسرائيل، إنه أخذنا على التدمير، إنه أوعى نحن الذراع العالمي، يعني دعا إلى تحالف لمواجهة إيران. كيف شفت استخدام الدين؟ دعيني بالبداية وجه تحية للأستاذ سالم سلام، وفعلا نحن نفتخر بهذه القامات اللبنانية المنتشرة عبر العالم، واللي بتعبر فعلا عن وجدان الناس وعن ضمير الناس وعن هاجس الناس وعن البوصلة الحقيقية للناس، وهذا كلام من قلب واشنطن نحن نفتخر فيه. فكل التحية له الأستاذ. أنا بدي بس أكد على مؤكدين تفضل فيهم الأستاذ، وهن كثير مهمين. اليوم في صورة ارتسمت في أمريكا قد نكون نشاهدها لأول مرة، هي صورة المتظاهرين خارج الكونغرس الأمريكي، هذه الأعداد الهائلة اللي اجت لهن يعبروا عنهم فصائل المقاومة بأحرار العالم، اللي هن منونش مؤدلجين باتجاه معين أو بخط معين أو بيخدموا الصهيونية بشكل واضح، اجوا لحتى يستنكروا هذا التحول الأمريكي لحماية هذا المجرم وهذا القاتل، وفعلا عبروا بصورة مشرقة جدا. هذه صورة. صورة ثانية هي الصورة اللي كنا عم نشوفها وأدانا مبارح نتنياهو بخطاباته، هن النخبة العلمية أو التعليمية اللي هن طلبة الجامعات وأساتذة الجامعات، وهذا المشهد القلق اللي نحن شفناه بالجامعات الأمريكية وبكثير من الجامعات الغربية، اللي بينصر القيم خلينا نقول وبينصر الإنسانية وبينتصر للحق في مكان ما. المشهد الثالث هي موضوع المقاطعة، مقاطعة 128 من الديمقراطيين، لا عدد منه بسيط، عدد كثير كبير وعدد كثير مهم وعدد يبنى عليه. مقاطعة نانسي بيلوسي مثل ما تفضل كمان، اللي هي كانت رئيسة البرلمان في الدورات السابقة، وإلى حضورها وإلى وجودها وإلى حيثيتها المرشحة المحتملة أو المفترضة إنما تكون بهذا اللقاء في هذا الموضوع، لا هذا مؤشر جيد ومؤشر مهم ومؤشر إيجابي. لكن في المقلب الآخر، ومن هون خلينا نفوت للموضوع الأساسي، نتنياهو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، صح ولا لا؟ كمرتكب لمجازر جماعية. على كل حال هيدا بنستفيد من استسام فيها، لأنه هو يحتوي على ماضي إنه كيف للإدارة الأمريكية أن تسمح له أن يأتي إلى أمريكا ويلقي خطاب بالكونغرس ويعقد له العديد من اللقاءات، وهو مطلوب لمؤسسة يفترض أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم في 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 مجلس الأمن وعضو مهم وبارز في الأمم المتحدة وفي كل المؤسسات الدولية، أن تتغاضى عن الدعاوى بحقه وعن مذكرات الجلب بحقه، وأن يأتي إلى ليلقي هذا الخطاب. فهذا هذا سؤال يعني يفترض على الأمريكيين يجاوبوا على العالم، كل العالم، كيف خرقوا كل هذه الأعراف والقوانين الدولية واستقبلوا هذا المجرم ليلقي خطاب ويصفق له لقيت على الكوادر العلمية إنه كيف يعني كيف قبلوا هذه الإهانة للكوادر العلمية. واضح إنه في تبدل، ولو كان هذا التبدل مش بمستوى الحدث اللي عم بيصير بغزة، لكن في تبدل في المزاج الأمريكي وفي الوجدان الأمريكي. وماذا عن استخدام الدين قبل ما أرجع للرئيس سام؟ استخدم الدين هو خلينا نقول اليوم يستخدم كل شيء من أجل بقائه على كرسي الحكم في الكيان الصهيوني، يستخدم كل شيء، يعني ما عنده أي محظور ولا أي محرم أن يستخدمه ليمعن في هذه الجريمة اللي هي ترقى لأن تكون جريمة العصر. يعني أنت عم تحكي اليوم عن قتل أكثر من 40,000 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال ومن النساء، هذا شو؟ هذه جريمة، ويريد أن يغطي الجريمة، ويريد أن يستجلب السلاح والمال والغطاء السياسي ليبقى مستمر في هذه الجريمة الكبرى. يعني مخاطب يهودية الموجودين، أو هو لأنه حتى بايدن قال نعتز ببايدن الصهيوني، لما وصف بايدن بالصهيوني مش قبل ما يكون عم يوصفه بالأمريكي، يعني قدم تحية لصهيونيته. أنا بقول هذه الحرب هي حرب ضد الإنسانية، هي حرب ضد الأحرار، هي حرب ضد الحضارة والتحضر، كل هذا. فاليوم يعني إطفاء أي طابع ديني على الموضوع وأخذ الموضوع إلى أي زاوية دينية، أنا بشوف لتغطية هذه الجريمة وللبقاء يعني في بر الأمان فيما يقوم به. طيب تمام. القاضي سام سالم معنا بعدك، ما هيك ريس؟ صح. كيف يعني حدا مطلوب لمحكمة الجنايات ولا محكمة العدل الدولية، كيف بيكون يعني واقف بأعلى برلمانات العالم
إذا هني بدهم يعتبروا هيك أنه أهم برلمانات العالم الكونغرس الأمريكي، كيف بيوقف وهو مطلوب من الناحية القضائية؟ أول شيء بدي تقلنا. يعني من الناحية القضائية امبارح هؤلاء المشرعين الأمريكيين اللي كانوا موجودين، يعني هني خرقوا القانون الأمريكي، لأنه كل المشرعين الأمريكيين يعني بيأدوا القسم، بيأدوا القسم للمحافظة على الدستور والقانون وعلى القيم الأمريكية. فيعني امبارح كان يوم، مثل ما أنا بلشت حديثي وقلت، كان يوم عار على الديمقراطية الأمريكية وعار على المشرعين الأمريكيين. وكان من المؤسف جدا أنه مجرم قاتل مدان مطلوب من العدالة الدولية يخاطب المشرعين الأمريكيين بالكابيتول هيل، اللي هن يعني بيعتبروها رمز الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والدفاع عن الإنسانية وعن سلطة القانون. يعني أمريكا دولة قوانين، ولكن امبارح المشرعين الأمريكيين اللي أقسموا على المحافظة على الدستور هن كانوا أول من خرق الدستور. وحتى نرجع على يعني نتنياهو حاول يدغدغ العواطف الدينية عند الإنجيليين، يعني امبارح المشرعين الأمريكيين أعطوا صورة أنه إسرائيل هي عاصمة الصهيونية اليهودية بالعالم، واشنطن هي عاصمة الصهيونية العالمية في العالم، بما تضم من صهاينة يهود وصهاينة مسيحيين وصهاينة مسلمين أيضا. لأنه امبارح كانت الصهيونية عم بأبشع صورها عم بتخاطب المشرعين الأمريكيين اللي هن بخيارهم اختاروا أنه يسمعوا لمجرم قاتل مدان. وعلى فكرة يعني هذا يعني لن ينطلي على الشعب الأمريكي، وصار في يعني حركة ناشطة ومعارضة فعالة بلشت من معارضة جو بايدن بالنسبة لحرب غزة، وكانت الأصوات الناس اللي عندهم إنسانية والناس اللي بيحترموا القانون. ويعني مثال على ذلك، أكبر مثال هو بيرني ساندرز اللي طلع، اللي هو طبعا ينتمي للديانة اليهودية، واللي طلع بحزم وقال إنه هذا مجرم قاتل منافق عم يرتكب إبادة اجتماعية وعم يرتكب جرائم ضد الإنسانية. يعني مثل ما قال الأستاذ علي إنه نحن بلشنا نشعر بالتغيير، صح تغيير بطيء، صح التغيير بده وقت، بس ولكن في الديمقراطيين اللي بدنا نسميهم الجناح اليساري أو الجناح الشاب من الحزب الديمقراطي بلش يتطلع على المسألة بمنظار آخر، والناس بلشوا يستقوا معلوماتهم وأخبارهم من غير الوكالات الرسمية اللي هي مسيطر عليها من قبل أصحاب رؤوس الأموال اليهود المتصهينين، لحتى نميزهم عن اليهود من أجل السلام واليهود الإنسانيين واللي عندهم إنسانية. طب بدي أسألك يعني آخر سؤال بيتعلق بالانتخابات الرئاسية بالمعركة اللي صايرة. طبعا مثل ما عم بتقول أنه بمؤتمر الديمقراطيين المؤتمر العام بيبدو أنه رح يرشحوا كامالا هاريس، وهي رح تكون، لأنه ما بعرف أنه في يعني عم ينحكى بأسماء ممكن ترجع تبين بعد شوي لو بروفايل، بس ممكن ترجع تبين. بس السؤال، هل يعني بتاريخ أمريكا ما في مرة اجت امرأة على سدة الرئاسة؟ هل ممكن أنه اليوم قديش عندها حظوظ كامالا هاريس؟ وترامب يعني ترامب واضح أنه رايح باتجاه إنهاء الحروب، بينما امبارح شفنا أنه نتنياهو عم ياخد الدعم لاستكمال الحرب من أجل حط ثلاث نقاط أساسية. أول شيء بده يستكمل الحرب لتحقيق الأهداف، وقال لهم أنه بتكون تضلوا تدعموني، ودعا إلى تحالف دولي لمحاربة إيران ومحورة يعني اللي أذرعتها بالمنطقة، وثالث شيء أنه فلسطين تكون فلسطين آمنة بالنسبة إلى الشعب اليهودي. يعني هو ثلاث مثل حط خارطة الطريق، هيدي بتضل مع ترامب أو ممكن أنه يعني يصير في تبديل بهذه الخارطة؟ يعني لا شك يعني هلا الحكي الانتخابي والحملات الانتخابيه بتحاول تستقطب، بتحاول تجيش وتستقطب الجمهور وتسمعوا اللي بده يسمعوا، ولكن اللي صار واضح انه بالنسبه لكاميلا هاريس
يعني عدد مندوبي الحزب الديمقراطي يقارب 4600 مندوب. لحد هلا كاميلا هيراس في 1976، يعني ما يقارب الـ2000 مندوب اللي اعلنوا انه هن داعمينها. وبعتقد من هلا ل 19 الشهر او بالايام القليله القادمه ستكون من السهل عليها بمكان تحصل 300 او 400 مندوب زياده لدعمها. فبعتقد صارت هي المرشح الاوفر حظا، وخصوصا انه اربعه من اللي كانت اسمائهم عم تتداول كلهم زكوها، يعني باستثناء ميشيل اوباما اللي هي بعد لحد هلا ما اخذت موقف. بس اعتقد انه كاميلا هيريس رح تكون مرشحه الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسي. ومثل ما بقولوا انه في اول مره لكل شيء، يعني صح ربما تكون المراه الاولى بالتاريخ الامريكي لانه تكون تصبح رئيس امريكا. اما بالنسبه لما يقال عن دعم ترامب، بعتقد بايدن ما خلى شيء ما اعطاه لاسرائيل من الاف 35 للقنابل اللي وزنها 2000 راتل. لحد هلا نتنياهو وجيشه المجرم اسقط ما يقارب 79 الف طن من السلاح على قطاع غزه، في حين انه هيروشيما اللي مساحتها قد مساحه غزه على 300 ضعف نزل عليها اقل من 19 الف. فما في شيء بعد عنده ترامب يعطيه لنتنياهو اكثر ما اعطاه. وبعتقد انه حتى ترامب اذا كان هو الرئيس ما راح يقدر يقدم لنتنياهو دعم اكثر من اللي قدم له يا بايدن. ويبقى الميدان ويبقى صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومه، حركات المقاومه بالمنطقه، ويبقى الخطر الاكبر على المصالح الامريكيه. وانا برايي انه بتوصل امريكا لمرحله او بدها تحافظ على اسرائيل او بدها تحافظ على مصالحها. وبس تصير القصة قصة مصالح، بعتبر الأمريكي رح ياخذ موقف يقله للإسرائيلي أو أنه بيقبل بحل الدولتين. وهذا اللي عم يحكوه الديمقراطيين التقدميين بالفعل، عم بيقولوا أنه إصرار نتنياهو على رفض دولة فلسطينية هو يعني كدعم للحركات اللي هن بيعتبروها متطرفة فلسطينيا وعربيا لبنانيا او يمنيا او عراقيا او الى اخره. اما مساعده السلطه الوطنيه الفلسطينيه ومساعده والقبول بحل الدولتين، هو بيسحب الابساط من تحت اجرين المتطرفين او اللي هن بسموهم اصوليين او متطرفين او بدهم يقضوا على دوله اسرائيل. فعم يعتبروا انه نتنياهو عم بيساعد الحركات اللي بدها تقضي على اسرائيل وما عم بيساعد اسرائيل. وهون عم بيصير هلا في تمييز بين اين هي مصلحه اسرائيل واين هي مصلحه نتنياهو. وعم يعتبروا انه نتنياهو شغل لنتنياهو مش لاسرائيل. ومن هون بلش الخلاف يعني، وبلش الشرخ بالعلاقه بين الطرفين. يعني بدنا هيدا مثل ما بتقول تحولات بدها وقت، بس ولكن هلا نحن المشهد اللي شفناه امبارح انه هذا الدعم المطلق. قبل بس ما نسكر معك، بدي بتحب تقول له شيء؟ لفت لشغله كثير مهمه انه هو من قلب الولايات المتحده عم يعطي هيدا الراي، وهيدا بدنا نقول له شابوبا. يعني هيدا نحن بدنا نحييه وبدنا نشد على ايده وبدنا نقول له هذا الصوت يجب ان يصل الى مكانه، ويجب انه العالم كل العالم خلص اللي تفضل فيه انه ما يعود يستمع فقط لجهه واحده، للاعلام الصهيوني، للاعلام الامريكي، لمراكز صناعه الراي عندهم، بس يسمعوا الراي الاخر ويشوفوا الوجهه الاخرى. حتى المواطن الامريكي يقارن بين الصح وبين الخطا، بين المزبوط وبين المش مزبوط، بين الحق وبين الباطل. فاكيد لا، يعني انا مسرور كثير بهذا الكلام اللي عم بسمعه من الرئيس من قلب امريكا. أنا بدي أتشكرك، وبنعتذر كمان أنه سهرناك لهالساعة القاضي سام سلامي رئيس محكمة ديربورن بميشيغان، وأكيد قلنا وقفت معك لنواكب الانتخابات الرئاسية. وطبعا كمان بنعرف أنه لك عندك رأي بموضوع جبهة الجنوب، بموضوع لبنان، ولكن إذا الله راد بإطلالات أخرى. شكرا لك الرئيس سام سلامي، شكرا لك على هذه المشاركة معنا. شكرا جزيلا. ونحن دائما رح ندعم قضايانا بدون خوف وبدون تردد وبدون تراجع، ورح نعلن رأينا بصراحة. وكانت أول خطوة هي إجبار بايدن على التنحي، وإن شاء الله مثل ما بقولوا الخير لقدام. يعطيكم ألف عافية والله يقويكم.
شكرا شكرا لك. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل ومن بعده رح نكفي حديثنا مع استاذ علي ابو ياسين رئيس المكتب السياسي بالجامعه الاسلاميه. نعود مشاهدينا الى متابعه هذه الحلقه مع استاذ علي ابو ياسين رئيس المكتب السياسي بالجامعه الاسلاميه. استاذ علي، يعني بعد هيدي الاحاطه اللي قدرنا عملناها لخطاب نتنياهو عم نشوف انه بنفس الوقت بعد وبعد ساعتين يعني بعتقد مش اكثر نقلت رويترز عن مسؤول امريكي كبير انه مفاوضات اطلاق النار حول غزه هي في مراحلها الاخيره. وقبل ما يروح نتنياهو هيك دغدغوه الشباب بهدهد ثلاثة وبالصور اللي عن القاعدة العسكرية اللي لأول مرة كانت قاعدة رامونا أعتقد أو رامونا دافيد رامات دافيد. وأيضا كان هو كان يعني أبدأ عطى هيك نفس شوي إيجابي إنه قال بده يرسل وفد للتفاوض، رجع هلأ يبدو أنه تأجل للأسبوع المقبل. أول شيء، هل فعلا وصلت برأيك المفاوضات إلى خواتيمة؟ يعني خلينا بس نسكر موضوع الخطاب مبارح بكم نقطة أساسية وضرورية وبننقل لموضوع نهاية الحرب والمفاوضات ومصير ومآلات المفاوضات. حكيت أنا بالجزء الأول عن الحضور وعن اللي صار، لكن صلب الخطاب نتنياهو كان عم بيقول للأمريكي بشكل واضح أنه أمن أمريكا من أمن إسرائيل وانتصار أمريكا من انتصار الكيان الصهيوني. هذا صلب الموضوع، أنه أنتوا عم تدافعوا عن أنفسكم كولايات متحدة أمريكية إذا دفعتوا عنا. وهذا الكلام فعلا بعد 10 شهور من الحرب، بعد الدعم اللامحدود واللا متناهي للسلاح، يعني عم يحكي الأستاذ عن 79,000 طن من الذخائر ومن المتفجرات، عم يحكي عن أسراب من الطائرات والمروحيات والمسيرات، ويعني قدموا له دعم بشكل واضح كثير كبير حتى ينهي هذه الحرب، وعشر شهور لم يستطع أن ينهي هذه الحرب. فهو رايح الآن بموضوع استجداء مجددا أنه دعموني حتى خلص الحرب، وقال بشكل واضح شو بعد بدون يدعموني؟ أنه دعموني حتى خلص الحرب، دعموا ومش قادر يخلص الحرب، ومهما دعموا لن ينهي هذه الحرب كما يريد نتنياهو. خسر الحرب، وقالوا له إياها المعارضة اللي عنده بالكيان الصهيوني، أنه نحن فشلنا في هذه الحرب، وتعالوا نلملم الموضوع. وكثير من القيادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية كمان أصدرت تصريحات تقول أن الحرب انتهت بهزيمة هذا الكيان الصهيوني. وأنا بعطيك يعني هني حددوا جملة أهداف واضحة وأهداف تحت الطاولة. من الأهداف اللي تحت الطاولة كان تهجير أهل قطاع غزة، صح ولا لا؟ صحيح. من اللحظة الأولى بس وحطوا سيناريو أول وسيناريو تاني وسيناريو ثالث من أجل التهجير، لكن صمود الناس فاجأ العالم كله سوا. الناس رغم الجوع ورغم العطش ورغم القهر ورغم العدد الكبير من القتلى ومن الجرحى ومن الشهداء، كل الناس بقت وين؟ بقت داخل القطاع. ففشل هذا الهدف اللي كان موضوع بمورائية المخطط. فشل برأيك خلاص؟ انتهى. لا عودة إليه؟ لا عودة إليه، لأنه بعده لن يخرج. عملوا رصيف بحري على أساس أنه الناس ممكن تفكر بهذا الموضوع، وعملوا مخطط يهجروا على سيناء ومخطط يهجروا على النقب للقوات كل شيء دخلت عملت عملية مخطط خاصة. التهجير الشعب الفلسطيني ذاق مرارة التهجير فلن يذوق مرتين، خلص واضح أنه بنبقى منموت بأرضنا، هذا أفضل لإلنا. وهني مش حيموتوا، استشهد جزء منهم، لكن الباقيين حيضلوا وحينتصروا بأرضهم. فهذا فشل. اثنين، المسألة الثانية هي إعادة المختطفين والأسرى بقوة السلاح وبالعسكر. 10 شهور عشر شهور عملوا عملية واحدة، عملية النصيرات الواضح، وبعد بلحظات قالوا هني بتصريح رسمي لن نستطيع أن نخرج الأسرى بهذه الطريقة مرة ثانية، لأنه بعد لم يكتب كل شيء عن عملية النصيرات، لم يكتب كل شيء. كانت يعني بالمخرجات هني خلصوا 4 أسرى بالمخرجات، لكن فعليا هني دفعوا أثمان باهظة
من قتلاهم في هذه المعركة. هن ارتكبوا مجازر، ارتكبوا مجزرة، ارتكبوا مجازر يعني تفوق حوالي 1000 بين شهيد وبين جريح في هذا، لأنه كان لحظات وتفشل هذه العملية. فشافوا يعني حجم، مع أنه كانت هذه العملية مخططة مسبقا ومرعية من أعلى المستويات وفي دعم أمريكي لإنجاح هذه العملية، وبالتالي دفعوا أثمان باهظة ولقوا أنه هذا المسار بإعادة الرهائن ما رح يزبط، غير مجدي، شو بدهم يعملوا، بدهم يعملوا مفاوضات. فالمسار الثاني هو مسار مفاوضات، فأيضا هذه خلص. المسألة الثالثة هي القضاء على حماس، كيف بدهم يقضوا على حماس بعد 10 شهور؟ هل قضوا على حماس؟ هل قضوا على قيادات حماس داخل قطاع غزة؟ هني مش عارفين، راحوا من الشمال إلى غزة إلى الوسط إلى خان يونس إلى رفح، وكل ما يخلصوا استهدفوا محمد الضيف هذا، وقالوا لهم حماس بشكل واضح بنفس اللحظة، محمد الضيف عم يسمعكم وعم يضحك على أكاذيبكم، ليه مش حتخلصوا منها؟ بس قالوا رح يفرجوا، عندهم هذا الموضوع عند حركة بس حماس. بس إنه كان عمل هالإنجاز قدمه للكونغرس لو موجود، لو يعني كان أقل شيء صح؟ متأكد هو من ما قاله، هو كان أجل روحة الكونغرس حتى ينجز هذه العملية، لكن لو نجحت هذه العملية لكان أنهى الحرب بانتصار، لكن هذه العملية حتما هي عملية فاشلة بشكل واضح، وحماس هي تختار، هو لديه انه اثبتت انه كان الى جانب رفع سلامي فشل هذه العملية بشكل واضح، لكن هو لو كان عنده تأكيد 10% مما قاله لكان أخذ هذا الإنجاز واستعرض فيه أمام مجرد أنه لم يستعرضوا معناتها غير صحيح. النقطة الأولى الحرب فشلت في أهدافها فشل ذريع، الحرب اللي حققته هو الإنجاز الوحيد هي قتل الناس، هذا الإنجاز الوحيد. 50,000 وصلنا للـ 50,000. هذه الوحشية، تدمير غزة، تحويل غزة إلى أرض خراب وأرض يباب، تجويع الناس، هذا اللي حققه. وين عم بيكون في تجمع للنازحين؟ عم يطلعوا يضربوا هذا التجمع النازحين بحجة أنه عم يستهدفوا قادة مقاومة، وعم يقتلوا من الناس بدم بارد. والغريب أنه هذه الحضارة الغربية المدعات كيف ساكت عن هذا الموضوع؟ هذا أمر مستغرب. كيف تستقبل هذا المجرم؟ هذا أمر كيف يصفقون لهذا المجرم في الكونغرس الأمريكي؟ هذا أمر فعلا جد مستغرب، أنه كل واحد كان عم بيصفق مبارح هو شريك بهذه الجريمة. فاللي بدنا نقوله أنه الولايات المتحدة الأمريكية قدمت للكيان الصهيوني يعني أكثر من المطلوب، والكيان الصهيوني لم يستطع أن ينجز هذه الحرب وأهداف هذه الحرب. وإذا حاول يوسع هذه الحرب فالإخفاقات حتزيد والهزائم حتزيد. طب مش مشهد مخيف كمان هذا التصفيق امبارح؟ الناس تشوف مجرم حرب قدامه عامل مجازر وإبادة، وهالقد صار في برقبته دم وأطفال وأشلاء، ويوقفوا هيك يزقفوا له، يعني ما استوقفك هالمشهد؟ ما حسيته مخيف انه لا، معناتها انه قد ما نشوف من اعتراضات وقد ما نشوف من تحولات ولو خجولة بس هي مهمة، بس انه بعده العمق الامريكي يعني بعده معه يدعم نتنياهو ويدعم. احنا بدنا نفوت على قلب الموضوع، على جوهر الحقيقه، غير الصوره الملمعه من الخارج. لا، منوش مشهد مخيف، لانه هي حقيقه الامريكي بادائه هكذا، مش عمل هيك هو بنفسه، مش بالوكاله عنه في العراق. ما قتل 1,000,000 طفل عراقي من كافه الشعب العراق بالتجويع وبمنع الحليب عن اطفال العراق؟ ألم يخرب العراق وبغداد ومدن العراق؟ ونحن كل الويلات اللي عم ندفعها بمشرقنا العربي والإسلامي هي بسبب الاجتياح الأمريكي اللي إجا لقلب المنطقة وقتل بدون يعني عشرات بل مئات الألاف من القتلى قتلت بسبب المشروع، مش خاضوا حرب ضد الإرهاب اللي هن صنعوه في مكان ما وخربوا حواضر عريقة ومدن بكاملها تحت هذا العنوان. نفس الشيء بأفغانستان، نفس الشيء بفيتنام. هذه الدولة يعني هي تدعي أنها متحضرة، لكن حقيقة الأمر لا، ما في شيء من الحضارة حضرتهم، أنه عم يصفقوا لمجرم، لا قاتل، لا مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. طب إذا بدنا ننهي أستاذ علي، يعني ما بعد خطاب نتنياهو شو رح يتغير برأيك؟ الآن في مسارين، وأنا أدرك تماما والناس كلها تدرك تماما أنه نتنياهو لا يريد وقف الحرب، هذا كلام واضح، لا يريد وقف الحرب. وبس نحكي نتنياهو كمان من شان المجتمع يكون مدرك لما نقول، مش شخص نتنياهو،
عم نحكي عن الدولة العميقة تبع نتنياهو، عم نحكي عن اليمين الصهيوني المتطرف المتمثل بسموتريتش اللي هو وزير المالية، وبن غفير اللي بيروح بيحضر تعذيب الأسرى من الأطباء ومن المهندسين ومن أساتذة الجامعات بنفسه في قطاع غزة، وهذه شهادات حية طلعت عن بن غفير. هذا التكتل أو هذا التجمع لا يريد إنهاء الحرب. ليش؟ لأنه هن بيعتبروا أنه إنهاء الحرب يوازيها فرط هذا التحالف وفرط هذه الحكومة مقابل إنهاء الحرب، ومستقبلهم السياسي اللي هن طامحين له واستمراره واستدامته قائمة على استمرار هذه الحرب. مجرد ما توقفت الحرب التحالف بده ينهار، وبالتالي نهاية نتنياهو ومحاكمة نتنياهو ستكون قائمة. فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب، وهو يماطل ويشتري الوقت، وإسه سوف الأمور بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. نحن شايفين مخطط نتنياهو هو تطويل أمد الحرب، لكن في ضغوطات عليه لإنهاء الحرب. إيه في ضغوطات. السؤال، هل هذه الضغوطات في هذه الأيام ستجدي نفعا؟ ربما هذا واقع. وتفعيل مسار المفاوضات، لأنه بالمفاوضات حركة المقاومة الإسلامية أعطت كل ما تملك، لكن في أمور ما فيها تتخلى عنها. موضوع عودة النازحين إلى الشمال ما فيها تتخلى عنها، موضوع محور فيلادلفيا ما فيها تتخلى عنها. هذا بالميدان. بالسياسة راحوا على بكين مع كل فصائل الفلسطينية 14 فصيل بما فيهم حركة فتح، وعملوا مصالحة هونيك، وقالوا نحن مستعدين لحكومة وحدة وطنية لكل فلسطين بما فيها قطاع غزة. وهذا الأمر بيقرره الشعب الفلسطيني، لا يقرره نتنياهو في الكونغرس الأمريكي إنه هو من يتولى من سيحكم غزة بعد الحرب، أو بده جهاز أمني يطمئنه أنه ما عاد في تهديد لقطاع غزة على الكيان الصهيوني. وبالتالي كل هذه الأمور، لا، حماس قامت بدورة وأعطت تطمينات وأعطت دور كبير للوسطاء لينجزوا هذا الموضوع، وطلع الرئيس الأمريكي اللي هو الداعم الأول للكيان الصهيوني بيحاربه، وعمل مبادرة، وافقت حماس على جل هذه المبادرة، وأعطت الوسطاء قلنا دور في الموضوع. والذي يعطل هذه المفاوضات وإنجاز وقف إطلاق النار هو فريق نتنياهو في الحكومة الصهيونية. طب استاذ علي، بس نحن يعني حتى الآن، ومع أنه هو اليمين المتطرف اللي هو بده ياخذهم يستمر بهذه الحرب، وهلأ رح أحكي عن الجنوب، بس ما شفنا تيار مناهض لإله داخل حقيقة. يعني هني عم بيدينوا بشخصه من أجل حسابات داخلية للسلطة بالداخل، بس ما شفنا تيار مناهض داخل إسرائيل عم بيقوله أنه أنت سفاح وأنه أنت مجرم وأنه لازم توقف الحرب. هيدا ما بيعني أنه لا، الكيان شو مين ما إجا عليه، مين ما راح، مين ما لا، هو ذاته هو بهذه العدائية وب يعني آخذ. شوفي، هذا كلام هيدا شو بيعني. هذا كلام جدا مهم جدا مهم. ومن هذا الكلام بعد بدي أختم بصورة أنه الغريب كان بالولايات المتحدة الأمريكية الكل يتكلمون عن عوائل الرهائن أو الأسرى، وما حدا جاب سيرة 40,000 شهيد من الأطفال والنساء، ما حدا حكى عن 60,000 جريح، بعض الجراحات خطيرة وتحتاج إلى علاج سريع. ما حدا، يعني كأنه في مقاييس متعددة، مش كأنه، حقيقة في مقاييس متعددة، تجويع، الحصار، هيدا كله ما كأنه تحت موجود تحت سقف واحد. ما في أي اعتبار للقيم ولا الإنسانية أبدا، ما في أي اعتبار عندما نسمع هذا الكلام. إذا جينا إلى الواقع الصهيوني، مشان نحن نكون توصيفنا داخل الكيان الصهيوني، ما في خير وشر، كله شر. هم ينتقدوا فقط إدارته للمعركة وليس الحرب. هم ينتقدوا نتنياهو لأنه هن متنافسين مع نتنياهو، صح، على السلطة. لكن بالمسارات العامة، بالمسارات الكبيرة، في اتفاق كبير. وهون بدي ذكر أنا على هذه الطاولة، قبل أسبوع الكنيسة الصهيوني القرار اللي أصدره شو؟ مش رفض قيام دولة فلسطينية، صحيح، معناته رفض كل الاتفاقيات التي والمعاهدات اللي كانت موقعة تشريع المستوصلات، معناته رفض كل المبادرات التي تأتي من رفض كلام أكثر من 149 دولة قالت أن هي مع قيام دولة فلسطينية. رفضوا كل هذا الكلام. هذا مش فريق واحد، هذا الكنيسة اللي بيعبر عن عموم المجتمع الصهيوني صدر هذا الكلام. وبالتالي اللي نحن لازم نكون واضحين، الكل متفقين على الحرب، الكل متفقين على تصفية القضية الفلسطينية،
عم بحكي داخل الكيان الصهيوني، الكل متفقين على أن تصبح دولة أو الكيان الصهيوني هي الدولة الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، هذا متفقين عليه، وهي المسارات الكبيرة. الكل متفقين على تصفية أي فكر مقاوم رافض لهذا الكيان، كلهم متفقين على هذا الموضوع، هذا واقعهم. إذا كان في ليكود أو كان في عمل أو كان في يمين متطرف، أو كلهم متفقين على يعني هالأمور إيديولوجية. وبالتالي حرب هي حرب إيديولوجية، حرب هي استمرار وبقاء الاستيطان واستكمال السيطرة على كامل أرض فلسطين وعلى تحقيق أحلام. طيب إذا وصلت بالفعل لخواتيمة فكل هيك، فما في تيارين، يعني إحنا مشان نكون واضحين، ما في تيارين داخل الكيان الصهيوني بالمسارات الاستراتيجية، هني تيار واحد، لكن في خلاف داخلي. حبيت التوصيف، مش خير وشر، هو دائم هو شر شر كل إن شاء الله. أصلاً الإمام السيد هني مختلفين على صلاحيات المحكمة العليا، هني مختلفين على من يحكم هذا الكيان بيناتهم، لكنهم متفقين على قتلنا، هاي واحد. متفقين على نهب ثرواتنا، هيدي اثنين. متفقين، وهيدي إسا مهم كثير، على أنه كل دولنا في هذا المشرق العربي والإسلامي ما تزدهر وما تتقدم. وهو مبارح كان عم يكذب داخل الكونغرس، عم يقول أصدقائه، مين أصدقائه؟ علامات استفهام. عليكم رجع حكي بأبراهام، عليكم أبراهام. عليكم إذا بدكم تعيشوا بإزدهار وبأمان وبسلام أنه تتحالفوا معنا. أي أمان وأي سلام؟ وين الأمان والسلام اللي حطيته بمصر أو بفلسطين أو بلبنان أو بالأردن أو بسوريا؟ احتليت الأرض وقتلت الناس ونهبت الثروات ومنعت الازدهار وهجرت الشباب وكل العالم. فهذا الواقع فرق تسد. هو كان عامل حتى يضل يعني كان هو عم بيقول يعني سيمفونية كذب مكتملة الأركان. مكتملة الأركان. وهون نحن فعلا من دين كل واحد كان عم بيصدقه أمس. لماذا استحضر اتفاقية أبراهام برأيك؟ استحضر الاتفاقية لأنه بيعتبر أنه بهذه الاتفاقية يصبح الكيان الصهيوني هو قطب الرحى، هو العمود الفقري، هي القوة الأكبر والأبرز، أنه هذه الاتفاقية بتعطيه أفضلية وتميز عن كل دول المنطقة، أنه خلص عملنا اتفاقية وذوبنا كل الفروق. نحن مذوبين كل الفروق الإنسانية معنا إشكالية فيها، لكن نحن في عنا عدو محتل أرضنا، مستحيل هذه الفروق أن تذوب بيننا وبينه. هذا العدو، يعني تذوب الفروق عندما يخرج من أرضنا ويذهب. بدي فوت طبعا على موضوع الجماعة الإسلامية، وهلا السياسة المتبعة من قبل الجماعة الإسلامية، ما الذي يجمعها بحزب الله بالمقاومة بحماس، كل هذه المواضيع. لكن بدي أتوقف عند العبارة رددها أكثر من مرة نتنياهو، سيء الذكر، صرنا عم نقول له، عندما يقول إسرائيل سوف تعيد الأمن إلى الشمال وتعيد السكان. شو يعني إسرائيل سوف تعيد الأمن إلى الشمال؟ أكثر من مرة عم تقال هذه العبارة، لأنه حكينا عن إبعاد حزب الله، واليوم كان في كلام بمجلس الأمن لرئيس لأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش عن موضوع المجموعات المسلحة وما إلى ذلك. هل اليوم أنه بالجنوب، يعني جبهة الجنوب، هناك التزام من قبل حزب الله أنه عندما تتوقف الحرب في غزة تلقائيا ينسحب هذا التوقف وهذه الهدنة على الجنوب اللبناني؟ لكن عم نشوف بالمقابل، وسمعنا كلام للرئيس نبيه بري من كم يوم عم بيقول انه ما في اتفاقات جديدة، الاتفاق الـ 1701 موجود، والإحاطة اللي عملتها كمان اللي صار بمجلس الأمن من قبل مسؤولة الأمم المتحدة بلبنان حول 1701 اليوم كمان بتأكد أنه هناك يعني دعوة لتطبيق 1701. هل إسرائيل اليوم أو هل نتنياهو اليوم يقبل فقط بتطبيق 1701 بالجنوب لإعادة الأمن إلى الشمال وعودة المستوطنين؟ هيدا ممكن تكون هيدا المشهد بالجنوب. خليني أنا فوت منا على شيء أوسع شوي، لكن مهم السؤال كثير اللي عم تتفضلي فيه. أنا حكيت عن معوقات في لوقف الحرب وموانع لوقف الحرب، وما تحتيلي الوقت حتى أتكلم عن كل المعوقات لخصوصية الحلقة. تفضل. من أبرز المعوقات لوقف الحرب، وهي يدركها نتنياهو وكل حكومته وكل المتطرفين اللي معه، إذا أوقف الحرب لن يعود المستوطنين لا إلى الشمال ولا إلى الجنوب. طبعاً إذا أوقف الحرب مش رح يرجعوا، لأنه ما عندهم ثقة بعد وما عندهم ثقة أنه في أمن، حيعيشوا بأمان، لن يعودوا. وحجم المغادرين
والهجرة المعاكسة من الكيان الصهيوني أرقامها عالية كثير، حتى في ناس بارتفاع مستمر، بارتفاع متزايد وبارتفاع يعني طردي بشكل واضح، يعني حتى في ناس ما عندها ثقة للبقاء داخل الكيان الصهيوني. وهو نتنياهو لا صرنا ذكرين اسمه أكثر من مرة اليوم بأكثر من مناسبة، قال نحن ما عدنا عم نحكي عن وجود نوعي، صرنا عم نحكي عن فقط وجود، بنبقى نخلي الناس بالموجودة. فلذلك اليوم إذا كان هو يعتقد، إذا كان يعتقد أنه هؤلاء المستوطنين مش حيرجعوا لا على الشمال ولا إلى غلاف غزة، فهو بده يعطيهم مبرر حتى يرجعوا. كيف بده يرجعون؟ هي حتكون يعني بعد الحرب أقصى مما يجري في في الحرب. بيشو بالاتفاق كيف المستوطنين بعموما إذا ما كان في أمان تام، شو الأمان بالنسبة لهم؟ الأمان بالنسبة لهم ما في أي خطر عليهم، لا يعني من غزة ولا من إزالة حزب الله من الجنوب. ما هو لن يستطيع أن يزيل، هو طب. 10 شهور وعد الناس أنه سيزيل خطر ونزل بسقف أهدافه حماس عن الغلاف ولم يستطع، أنفق ما أنفقوا وقتل ما قتل ودفع يعني كم كبير من عسكره قتله ومن ضباطه ومن خير جنوده قتله وما حقق هذه الأهداف. كيف السؤال اليوم الواضح أنه كيف هو بده يطمئنهم للمستوطنين أنهم سيعيشوا بأمان في 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 مستوطنين؟ يعني أنت بتشوف أنه حتى أنه ما بيرجعوا ولو القسم إنه... الأكبر منهم لن يعود لن يعود، وفي كثير من المستوطنات اللي أصبحت فارغة حتى ولا باتفاقيات ولا بأي شيء، وهو عم بيشكلوا ضغط كبير عليه. وهذا يعني من أهم، يعني اليوم اللي عم بيصير مش في رأيين داخل الكيان، في ضغوطات، في ضغط أهالي المعتقلين والأسرى، في ضغط المستوطنين اللي هني بمئات الألاف، وفي الضغط الاقتصادي لأنه هذا مجتمع تعود أنه يعيش برفاهية عالية جدا. فاليوم هذا التداعي الاقتصادي رغم المساعدات الأمريكية الهائلة اللي عم تجيهم لكن ما عم يغطوا الخسائر الاقتصادية اللي عندهم. فهذه الضغوطات اللي هي ممكن تسبب بأنه يصيروا بالمفاوضات ويصلوا إلى خواتيم في هذه المفاوضات. وبالتالي اليوم عملية عودة المستوطنات بالنسبة لكن عن أي التزام يتحدث؟ ما في، ما هو لا يتحدث، هم يكذبون، ما هي واقع الأمر، هم يعني يتقنون يعني الكذب والوعود الكاذبة. مش وعدوا الفلسطينيين بسلام وبدولة تانية ومبارح أقروا بإلغاء هذه الدولة. يعني هذا الموضوع عندهم يعني من أبجديات عملهم السياسي وتعاطيهم مع كل الشعوب والحكومات العربية. طب يعني أنت برأيك أنه حتى أستاذ علي أنه حتى بأي اتفاقية ممكن تصير رح يضل ضغط عودة المستوطنين إلى الشمال، رح يضل هذا الأمر سيف مسلط على رأيك؟ هذا سيبقى ضغط وسيستعمل في المعارك الداخلية داخل الكيان الصهيوني بين بعضهم، خاصة إذا ما كان في أفق لهذه الهدنة، يعني ما فيه وقفة اقتصادية ستبقى مستمرة. والانكشاف الأمني اللي ذكرتي حكيتي عنه كمان لهذا الكيان ولبعض مقراته وقواعده وكأيضا سيبقى هاجس من الهواجس اللي موجودة عندهم. وهذا الموضوع لأنه اليوم أستاذي ليندا منشان نحن نكون دقيقين، حرب طوفان الأقصى غيرت معادلات كثيرة جدا جدا. حرب طوفان الأقصى انكسرت هيبة هذا الجيش الذي لا يقهر، وهي صار يعني محتوم. بالعكس مش بس انكسرت، مرغت أنوفهم في تراب قطاع غزة وفي تراب جنوب لبنان. هذا الواقع اللي هني مش قادرين يطلعوا منه بعد الآن. فترميم قوة الردع وترميم صورة هذا الجيش هي مهمة صعبة لأي حكومة في الكيان الصهيوني القادم. هي من أصعب المهام. عودة الثقة عند المستوطنين بجيشهم وبحكومتهم كمان أيضا بدأ الجيل وبدأ سنوات مهمة صعبة جدا. وبالتالي بداية السقوط يعني بلشنا نشوف إرهاصاتها. اليوم نحن شفنا هذه الحرب، وهي اللي حكاها امبارح هو انه حرب هي بالمباشر. هيدي شعارات ولا هيدي وقائع؟ حنقول ومنقيم شعارات ولا طيب. وقائع بشكل واضح. الحرب هي حرب الكيان الصهيوني بالمباشر، لكن بغير المباشر هي كانت حرب الولايات المتحدة الأمريكية. صح ولا لا؟ ثاني يوم 28 مش أتى وزير الخارجية بلينكن إلى الكيان الصهيوني، وأتى كصهيوني وذرف الدموع على وأسس مجلس حرب وجمع كل المتناقضات داخل مجلس حرب وبعثوا ضباط كبار ضباط اللي عم يديروا المعركة. ولم يستمر هذا مجلس الحرب، وإسا بنحكي عنه. بعد أسبوعين أتى الرئيس الأمريكي بايدن
على بساط من دم في مستشفى المعمداني، ما حدا شاف قبل ب 18 ساعة من قدومه إلى الكيان الصهيوني، ألقى الكيان الصهيوني على النازحين في مستشفى المعمداني وقتل يعني مئات من الشهداء في المستشفى المعمداني لحتى يقول هذه حربنا وبنا ننتصر فيها. الآن وين صار بايدن؟ لن يستطيع أن يكمل ترشيحه ليكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معناته سقط ولا ما سقط؟ مجلس الحرب اللي أسسوه الأمريكيين اللي فيه المتناقضات انهار ولا ما انهار؟ وخرج منه استقالوا منه الأركان اللي كانوا أساسيين فيه. لا، هذا واقع، هذا مش شعارات، هذا واقع. الوعي اللي عم ينصنع على مستوى العالم اللي جينا ببداية الحلقة اللي نتكلم عنه، المقاطعات وال ماشي، في صناعة على الوعي ولا ما في صناعة للوعي؟ هذا هذه كلها المحكمة الدولية، المحكمة العدل، الاحتضان الشعبي الكبير لحالة المقاومة اللي عم نشوفها بأكثر من مكان وبأكثر من دولة وداخل لبنان أيضا. هذه وقائع، يعني لن تعود الأمور إلى 6 أكتوبر، الأمور لن تعود إلى الوراء، الأمور انطلقت إلى الأمام. إلى الأمام، وبالتالي هذا الكيان الصهيوني واضح تماما أنه بدأت نهايته. هذا مش شعارات، هذا حقيقة هم نقلوها باجتماعات وعلى الإعلام، أنه نحن نخوض حرب الاستقلال الثاني، نحن نخوض حرب وجود، إما نكون وإما ألا نكون. امبارح عم يقول له أمن الولايات المتحدة من أمن الكيان الصهيوني، كل هذا الكلام هم عم بيقولوا أنه نحن هذه نهايتنا تقترب شيئاً فشيئاً. رح يقدر يعمل هذا التجيش العالمي؟ يعني هو دعا إلى تحالف دولي، ما شفنا ما سمعنا ولا ردة فعل يعني من أو شو يعني تحالف دولي؟ هو يحتاج إلى أمريكا وسلاح أمريكا، لكن لما بيقلك أنه بدنا تحالف دولي لمحاربة إيران وعشان نبقى نحن يعني نقود يعني السياسة الغربية، هذا كلام فيه وهم كبير، لكن فعليا هو التحالف المجدي بالنسبة له موجود، الأمريكي ماشي، الأمريكي معه والبريطاني معه والفرنساوي معه والألماني أيضا معه، وشفنا امبارح الانتخابات في اوروبا. بس ما عم بيزودوا، يعني هن بدعم دعم سياسي، لا دعم، بس في تزويد لل عم يعطوه دعم سياسي وعم يعطوه دعم امني وعم يعطوه دعم استخباراتي وعم يعطوه يعني بالعكس عم يعطوه يعني كل انواع الدعم، لكن بداوا يختجلوا من شعوبهم شيئا فشيئا. هاي الاشكاليه هون بالسر، اذا كان لانه اعطوا كل ما اعطوه اليوم، كل هذه الطائرات اللي تسرح وتمرح في كل اجواء المنطقه وتنقل المعلومات والاخبار الاسرائيلي، مين هاي؟ طائرات أمريكية وفرنسية وبريطانية وصهيونية كلها موجودة، عم يأمنوا له كل الدعم، ولن حتى الآن 10 شهور وما قدر يحسم بيقدر يجيب الناتو، ما قدر يحسم معركة داخل قطاع غزة رغم الاحتلال ورغم الدمار، ورغم عم بيفوت وبيطلع وعم يقطع وعم يوصل وعم بينزل تحت الأرض وبيطلع لفوق الأرض، ومش قادر يحسم هذه المعركة. رح فوت على باخد بريك لأنه بدي فوت على الجنوب، فينا ناخد بريك، خلينا نتوقف مع آخر بريك ورح أرجع فوت على موضوع الجماعة الإسلامية، فاصل وبنرجع لكم. نعود مشاهدينا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة من السياسة اليوم مع أستاذ علي أبو ياسين رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية. كيف دخلت الجماعة الإسلامية على خط المقاومة والحرب ضد إسرائيل؟ تفضل. هذا كان سؤال يعني لأنه دائما هذا سؤال جيد ومهم، بس خليني أنا هيك اسمحي لي صحح السؤال. الجماعة الإسلامية لم تدخل لأنه ما كانت برا بالأساس، في صلب إيه، مش بالخارج هي حتى تدخل إلى شيء مستحدث أو طارئ أو جديد. هي بأساس تكوين الجماعة الإسلامية واحد من أولوياتها وأهدافها هي تحرر تحرير الأوطان. تحرير الأوطان، بس نحكي الأوطان، أوطاننا كلها سوا. والجماعة الإسلامية منذ نشأتها الأولى هي بقلب العمل، عمل مواجهة العدو الصهيوني، وقلب عمل بناء الأوطان والازدهار والتحضر والنهضوية وكل هذه الأمور اللي هي ضمن يعني أجندتنا السياسية. وبالتالي قامت الجماعة الإسلامية من 82 اللي صار الاحتلال بشكل مباشر لقرانا ولمدننا ولبلداتنا بالجنوب وبالبقاع وبجبل لبنان وعلى مشارف بيروت، لا كان لها دور أساسي ومهم وبناء وفعال في دحر العدو الصهيوني. وأخذ الدورة بشكل كامل. لما صار في عملية طوفان الأقصى، خليني أقول أو قبل طوفان الأقصى، عملية انحسار أو اندحار العدو
كانت الالتفاتة إلى بناء مؤسسات الدولة. أنه نحن نروح كيف باتجاه دخلت المحارب. دخلت بالسياسة. لا هي داخلي بالسياسة بس تركيز. تركيز. عم بحكي تثقيل العمل. بناء مؤسسات الدولة وبالتالي محاربة الفساد الحاصل اللي عم ندفع أثمانه الآن. وفعلا يعني يكون في عنا اختيار شفاف ودقيق لممثلي الشعب. وعنا تطوير لمؤسساتنا. وكل هذا رحنا بال 2006 والان بال 2023 24 لا بس يكون في اعتداء على لبنان بتكون الجماعه حاضره للدفاع. بس كانت دائما العين على تحالفات الجماعه الاسلاميه للدفاع على عن لبنان. تحالفات الجماعه الاسلاميه بتاسيسها وبضمن فكره هي من فريق ومن محور ومن جانب من الجوانب. لا هي تؤمن بالتواصل مع الكل وبالعكس يعني تحض وتدعو الجميع على المشاريع اللي يفترض تكون مشاريع مشتركة. بناء الدولة مش لازم يكون مشروع مشترك، لازم يكون في حرب ضد بناء محاربة الفساد مش لازم يكون مشروع مشترك. هلق في تفاصيل وهون الشيطان يكمن في التفاصيل صحيح، لكن الواقع لا هاي مشاريع مشتركة. اليوم المشروع اللي عم نحاول نسوقه حتى يكون مشروع مشترك يصطف خلفه كل اللبنانيين على اختلاف ألوانهم ويقتنعوا هؤلاء اللبنانيين أنه هذا العدو مش عدو لفريق واحد، هذا مش عدو لطائفي واحد ولا لمذهب واحد، هذا عدو لكل الناس بدون الاستثناء. ومثل ما هو طامع بأرض الجنوب وهو طامع بأرض بيروت وهو طامع بأرض البقاع وهو طامع بأرض الشمال وجبل لبنان مثل ما هو طامع بثروات كريش طامع بكل الثروات البحرية والبرية الموجودة، هو لا يؤمن فعليا، هو لا يؤمن بضرورة أو باستمرارية وبقاء هذه الشعوب على هذه الأرض. هو يريد أن يجتث كل هذه الشعوب عن هذه الأرض. وهون خلينا نحن كمان بين مزدوجين نعرج على شيء كثير مهم. هذه الحروب الطاحنة اللي نشأت في المنطقة قبل حرب الطوفان هي بخلفية دوافعها ومشهدها وأمن الكيان الصهيوني، تغيير الديموغرافيا وحالة النزوح وتهجير يعني كبريات الحواضر وتحويل سكانها من سكان حضاريين ومن سكان يعني يكونون يعني عمود فقري في ازدهار هذه المنطقة ليصيروا سكان خيام ويصيروا نازحين ويصيروا ركاب الموت في البحر. هذا مش المشروع الإسرائيلي. وبالتالي بدنا نقنع نحن في شركائنا بالوطن إذا هذا العدو هو عدو لكل الناس. أي. هذا عدو لكل المكونات. بس ليش بدك تقنعهم على هالمصطلح او على هذا التعريف؟ لا في ناس معه وفي ناس ضد، لازم الناس تكون كلها ضد. وهذه الحرب المجنونة اللي عم يقوم فيها الكيان الصهيوني اليوم وعم يستهدف أي مواطن لبناني هو ابننا. لازم الكل يفكر. مين بدك تقنع؟ كل اللي عم بيحاول يقولوا يعني هل بالبداية سبب لكم الوقوف إلى جانب المقاومة وإلى جانب حزب الله إحراج؟ ما لأنه هذه العلاقة اللي كانت دائما حتى يعني إن كان بالسياسة ما بين الجماعة الإسلامية وبين حزب الله كانت علاقة جدلية. لا ما كانت يعني ما كانت علاقة جدلية بمعنى الجدلية. نحن في مسارات كنا كل الوقت متفقين عليها. مسار مواجهة العدو الصهيوني لم نختلف ولن نختلف عليه ولا مرة واحد. ولا مرة أبدا ولا في بعض المسارات الأولى الأخرى كانت محل نقاش ومحل تباين ببعض بالسياسة. كانت محل نقاش ومحل تباين وفي منا بعده لازال حتى الآن محل نقاش ومحل تباين. ولكن الحرب ضد إسرائيل ليس لا نقاش. مواجهة العدو الصهيوني لا نقاش فيها. لا مع حزب الله ولا مع غير حزب الله. وكل من يقاتل نحن بالعكس نحن ندعو إلى مش لتحالف إبراهيمي مثل ما عم يقولني لتحالف الأحرار مش بس بالشرق في كل العالم لمواجهة عدو الإنسانية لمواجهة هذا الإجرام هذا القتل هذا هاي الغطرسة هذه السادية. تحالف كل ما عندنا مشكلة مع أي مكون يكون جزء من هذه المعركة. حتى جنوب أفريقيا بالجهد اللي قام فيه بالمحكمة هذا جهد مرحب ونعتبر أنه يخدم هذا ما قاله لولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي في أيضا هذا. فلذلك ندعو إلى تحالف الأحرار لأنه اليوم الإنسانية مهددة. اليوم عندما يصفق لنتنياهو على جرائمه الإنسانية كل الإنسانية مهددة. هذا ما سمي بالقانون الدولي الذي حكم العالم بعد الحروب العالمية الذي هو يمتص دماء العالم وثروات العالم من أجل يعني رفاهيتهم وبقائهم. لا هذا كله لازم إعادة النظر فيه ولازم ينحكى فيه مجددا. وبالتالي اليوم نحن خلينا نقول من شان نكون منصفين ودقيقين وواضحين
اليوم تحرير فلسطين يجب أن يكون مشروع كل حر على مستوى هذا العالم. حلو، تحالف الأحرار. حق الدفاع عن النفس مش لازم يكون محل سؤال أو محل جدل. نحن مش عم ندافع عن أنفسنا في لبنان؟ هذا واقع ولا مش واقع؟ أكيد. هذا العدو وهون هذا سؤال يعني وجه للكل. هذا العدو الذي يستبيح كل شيء ويسرح ويمرح في كل أجواءنا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. مسيراته موجودة ولا لا؟ طائراته الحربية مش كل يوم عم يخرق جدار الصوت والناس عم تنرعب من هذا الموضوع؟ طيب مواجهة هذا العدو هذا مش واجب على كل اللبنانيين؟ طيب. عم سؤال بديهي وبسيط، الدفاع عن اللبنانيين، الدفاع عن ثرواتنا اللي مش مسموح لنا نستخرجها، هذا مش واجب كل اللبنانيين؟ مش كلنا موعودين، في صوت مش كلنا موعودين انه نحن يصير في عنا غاز بال2023 والشركات الثلاثه اللي اجت عملت مؤتمر هون وعدتنا مش عارف بعد اسبوعين من حرب الطوفان، اسبوعين بالضبط تصدر شركة توتال تقرير انه بعد حفر 390 ما وصلت متر لشي. ما وصلت لشيء. السؤال هل هذا التقرير هو تقرير تقني ولا تقرير سياسي كتب في غرفة مظلمة؟ وبالتالي نحن ممنوع نستخرج ثرواتنا. أكثر من ذلك، نحن الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها من 2019 حتى الآن، رغم الأموال الطائلة التي تدخل إلى البلد من المغتربين ورغم الأموال الطائلة اللي كانت موجودة في مصارف البلد ومش عارفين الآن أين أصبحت هذه الأموال، هاي الأزمة الاقتصادية مش بفعل حصار على لبنان؟ مش عم ندفع كلنا، مؤسساتنا عم تترهل بسبب هذا الحصار، أبنائنا نخبنا عم بتهاجر وعم تفل خطة ممنهجة كانت هذا الحصار. فالحرب على لبنان، الحرب على لبنان ما وقفت ولا يوم من الأيام، وبالتالي هي مستمرة وحيكمل. ولو وقفت الحرب، وهي نقطة مهمة كثير ولازم الكل الناس تسمعها وتعرفها، ربما تقف الحرب على غزة لكن تهديد لبنان لن يتوقف، هو مستمر. وبالتالي نحن يا لبنانيين يا أصحاب القرار بلبنان، نحن بحاجة إلى استراتيجية دفاعية تحفظ أمن لبنان، تحفظ سلم لبنان، تحفظ ثروات الأجيال القادمة. هذه الاستراتيجية الدفاعية لازم تكون من أولى الأولويات ومن أوجب الواجبات على كل مكونات الطيف السياسي اللبناني إذا بدنا نفكر صح وبدنا نحمي بلدنا. أما إذا بدنا نحط رأسنا بالتراب ونعمي انه لا ما في تهديد، بس شو يعني شو قصدت بالاستراتيجيه الدفاعيه؟ الاستراتيجيه الدفاعيه انه نحن كيف بدنا نحمي انفسنا وكيف بدنا نحمي وطننا، مش الاستراتيجيه الدفاعيه اللي هي عم بيحكوا فيها هلا، اللي هي الاستراتيجيه الدفاعيه اللي بتامن اللي يهدف منا الفريق الاخر المعارض لكل شيء عم بتقوله هون. انت لما قلت يا لبنانيه، لمين عم تتوجه يا لبنانيه؟ هل تتوجه الى من يقول انكم تاخذون البلد الى مهوار؟ لا. هل تتوجه الى من يقول انه السلم والحرب مش قرار بيد المقاومه والحركات المقاومه للعدو الصهيوني؟ هل تتوجه الى كل من يقول انكم انتم مسؤولون عن تدمير الجنوب، يعني بالخطاب السياسي؟ هل هؤلاء اللي طبعا اصبحوا معروفين واللي هي المعارضه المسيحيه، القوات والكتائب وكل من يدور في فلكهما من معارضين لكل هذه الحرب، وبعد شوي راح يقولوا لنا انه هذا الزلمه ادمي وهي الدوله نحن عم نعتدي عليها. يعني بعد شوي نحن في نقطه جوهريه لازم يكون في اتفاق عليها وهي مهمه كثير، انه نحن في قلب المهوار طالما انه الكيان الصهيوني امن على ارض فلسطين. هي محدد أساسي. نحن ما في عنا لا أمن ولا سلام ولا ازدهار طالما أنه هذا الكيان قائم، لأنه هذا الكيان طامع وغاشم، وكل ما تطور اليمين المتطرف في حكم هذا الكيان الخطر حيزداد أكثر وأكثر علينا. هذا واقع. يعني المساندة مشروعة. إيه. المساندة مش مشروعة، واجبة. واجبة. تمام. واجبة. وهي إنه أنت عم تدافع عن قضاياك، عم تدافع عن حقك، عم تدافع عن وطنك، عم تدافع. اليوم أي إشغال للعدو الصهيوني وأي حرب هي تؤجل حرب كبيرة كانت تجري على لبنان ويخطط العدو الصهيوني للقيام فيها. يعني لا يجوز تطييف المواجهة. ممنوع. ما هذا 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 اللي بده إياه العدو الصهيوني. العدو الصهيوني بده أنه في فريق معه وفي فريق ضد، في فريق في طائفي او في انا بخليني اقول مشان اكون انا دقيق وموضوعي وعلمي وللامانه فعلا، لا ما في طائفي حقيقه، عم نحكي الامور مثل ما هي، لا ما في طائفي، ما في طائفي ضد. نحن امبارح عم بعطيكي تجربه حقيقيه بمواكب تشييع الشهداء، كانت الناس من كل الطوائف موجوده،
وهذا موقف وهذا رأي، وهودي ناس أصلين وحاضرين وما في حدا يقولها على الهامش أو هو على جنب، هو في قلب وفي في صلب الأمر، وكان في رجال دين حضرت وقالت كلمات ورفعت ورفعت شعارات، كان في كنائس عم تقرأ على الأجراس. نحن الأسبوع الماضي كنا نشيع قائد من قادتنا في بلدة القرعون، حينما وصل الشهيد القائد أبو محمود جبارة، حينما وصل الشهيد إلى بلده قرعت، يعني رفعت أصوات التكبيرات والأذان وقرعت أجراس الكنائس. هذا شو معناته؟ لا حرام، نحن ما بيسوى نقول إنه في، لا ما في طائف، في قيادات فئوية تتغذى من الطائفية اللي عم يغذوها حتى تظل مهيمنة وحاضرة وموجودة. إيه هذا موجود، وما لنا سائل عن البلد وما لنا سائل عن مستقبل البلد، لأنه اللي سائل عن مستقبل البلد حتما بيكون برأس أولوياته كيف بدي واجه العدو الصهيوني. لأنه هذا العدو الصهيوني عبكرة إذا بده يفكر التحالف الإبراهيمي اللي عم يحكي فيه أو السلام اللي هو عم يحكي فيه، يعني في له مرتكزات. واحد من مرتكزات هذا التحالف مش القضاء على حق العودة عند اللاجئين الفلسطينيين؟ كيف نقضي على حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟ مش بنوطنهم، مش بنوطنهم في لبنان؟ توطين اللاجئين الفلسطينيين اللي نحن رافضينه في لبنان، واكثر من 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 شريحة لبنانية رافضته، لانه هودي رافضينه، لانه هو لازم يرجعوا على قراهم وعلى بلداتهم وعلى مدنهم داخل فلسطين المحتلة. هذا حق اللي بيضمن تضمنه كل الشرائح، يعني اللي بيرفع شعار رفض التوطين يجب ان لا يتحقق بهذه، فلذلك نحن رافضين التوطين، لكن هن هو اللي عم يزايدوا علينا في هذا الامر. جزء من لا مع التوطين، وسيبيع ويشتري في موضوع التوطين، لكن موضوع التوطين شو هل يشتروا؟ يعني خليني بس كفي بموضوع التوطين. ايه؟ موضوع التوطين مش هيعمل تشظي في الواقع اللبناني، مش هيعمل إشكالية في الواقع اللبناني، مش هيطلع لنا ناس عبكرة يحكونا باللامركزية الإدارية المالية الموسعة، يعني الفيدرالية. مش يعني التقسيم بدنا نصر. ايه طبعا، هذا المشروع اللي ماشيين لهون، اتفاق الطائف الذي لم يطبق حتى الآن، حط نص أنه مع اللامركزية الإدارية. ماشي الحال؟ نقطة على السطر. طب أضفنا عليها كلمة المالية، بعدين نضيف عليها كلمتين وصرنا شوي كانتونات، صرنا فيدراليات. يعني شبح التوطين موجود بهذه المشروع، شبح التوطين وغير التوطين، شبح التقسيم موجود، التقسيم والتوطين طبعا، شبح الفيدرالية موجود، شبح الانعزال موجود، كل هذا موجود بخلفية هذا التفكير اللي عم بيصير. فاليوم عدم يعني السماح لأنه يصير في جلسات وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية، هذا بيخدم البلد؟ ما في بلديات من سنتين بالبلد كمان، هذا بيخدم البلد؟ ما كل البلد الآن شو منهار على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، ونحن بس عم نحاول يعني نرفع، عم يرفعوا شعارات أنه هن الحرب هي حرب مدمرة، ما هذا ما دمرتوه للبلد أساسا. لا أنا بدي أخذ الموقف السياسي منك أستاذ علي، بدي أخذه ضروري يعني، لأنه كمان هناك نقاط جدا مهمة تحدثت فيها. لكن قبل بموضوع الجماعة الإسلامية وحضورها الموجود، ولماذا اليوم العدو يستهدف القيادات بالجامعة الإسلامية؟ لديكم الجناح العسكري اللي هن قوات الفجر، يعني بعد لهلا أكيد يمكن ما بينحكى هيدا الموضوع، بس إنه كله عم ينحكى. أنت دعم عسكري ذاتي يعني، أو إنه قديش مدى التنسيق مع نحن خلينا نقول ومدى التنسيق مع حماس مع الفصائل الفلسطينية قديش موجود خلينا نحن نقول عنوانين هون اثنين. واحد، اليوم هي معركة مع العدو الإسرائيلي، وهي معركة مشرفة وبتشرف كل لبناني وكل حر بهذا العالم. هذا الكلام صار من قال أكثر من مرة. وبالتالي اليوم هذه المعركة من يخوضها وكيف تخاض؟ هذا السؤال أنا برأيي ما بيفيد الآن. لماذا يستهدفنا أو يستهدف قيادتنا العدو الإسرائيلي؟ العدو الإسرائيلي يستهدف كل من يقوم بإيلامه وكل من يصيب بمقتل، هذا أمر طبيعي وموجود، هذا عدو ضد كل الناس، عم يستهدف أساساً كل الناس، فطبيعي اللي بيستهدفه بده ينال منه. وبالتالي عملية استهداف العدو الإسرائيلي للجماعة الإسلامية مثل ما عم يستهدف كل الأفرقاء اللي عم تشتغل في مواجهة هذا العدو. أنتم تعلنون عن عملياتكم؟ مش الكل،
مش الكل اكيد مش كل شيء. يعني عندما يتم استهداف احد القياديين نلتفت الى النشاط العسكري والامني للجماعه الاسلاميه. هذا الامر خاضع لاصحاب الشان واصحاب الاختصاص اللي هن عندهم تقدير موقف هن بيعلنوا ما بيعلنوا الموضوع راجع لهم فقط في لبنان. لانه نحن بهمنا بهذا الموضوع في فعلا لبنان فقط اكيد حتما نحن في لبنان حصرا وباللبنانيين مقفله يعني من الميلتين لبنان ولبنانيين وبالتالي هذا العمل الميداني متروك لاصحاب الشان هن بيقرروا فيه. نحن الخط العريض انه هيدي المعركه هي معركه لازم تكون كل اللبنانيين ونحن شريحه من اللبنانيين فنحن جزء من هذه المعركه. وهل هناك حاضنه سنيه لهذا العمل؟ لانه هذا كمان كان موضوع طبعا نحن يعني اول مره عم نستضيفك ولكن هذه الاسئله كانت كلها مشروعه مهم يعني. كثير هذا السؤال مش شوي وهذا السؤال شو في الجواب عليه شو الجواب عليه وهون الحكي نحن جماعه اسلاميه لكن نحن مع الغاء الطائفيه السياسيه ومع تذويب كل الفروق بين مكونات المجتمع اللبناني وغير اللبناني في مواجهة العدو الصهيوني وبالتالي نحن دفعنا أثمان باهظة لوأد الفتنة السنية الشيعية اللي انشغل عليها فترات طويلة ولا زلنا وهذا كان من أهم إنجازات ما يجري الآن. خلينا نحن مشان نوصل لكل العالم السنة بفطرتهم يعني بأساس تكوينهم هني في موقع المواجهة مع العدو الإسرائيلي ولن يكونوا غير ذلك. هذا الأصل. إذا حصل أي شيء آخر بيكون إذا حصل أي شيء بيكون هذا شاذ عن القاعدة الأساسية. وبالتالي بتكوين المجتمع السني في لبنان وفي غير لبنان هو محتضن لهذه الحالة. واليوم لا حماس ولا الجماعة ولا غيرهم كان فيهم يقوموا بأي عمل لو ما في عندهم حاضنة وحاضنة كبيرة. اللي كان محل نقاش انه هل هذه الحاضنة اللي انشغل عليها سنوات طويلة لحرف اهل السنة بهذا البلد عن الاتجاه الصحيح وعن هل سيكون احتضان كبير ولا سيكون احتضان قادرين نسيطر عليه؟ فوجئ القاصي والداني ان هذا الاحتضان فوق المتوقع وهي حقيقة فوق المتوقع ومن كافة شرائح المجتمع بدك شرائح سياسية موجودة بدك شرائح دينية أيضا موجودة وبقوة وبكثرة بدك شرائح نخبوية علمية أيضا موجودة بدك شرائح شعبية موجودة لا الناس هذا واقع الناس فهماني ومقتنعة ودفعت أثمان هذه المجتمعات غالبيتها في عندها شهداء من 48 مش من 82 من 48 وقبل 48 حتى الآن دافع شهداء وهي في هذا الخط وهي كانت يعني أساس ما هذا العدو الإسرائيلي لما احتل لبنان ب 82 احتل عن طوائف وترك عن طوائف تاني ولا احتل كل الأرض كل الأرض قتل كل من كل الناس ولا ما قتل من كل الناس كل الناس في عنده شهداء أسر وعانوا من الأسر من كل الناس ولا لا هذا عدو لكل الناس وبالتالي بس لحتى قفل هذا الموضوع أنا بقول عملية إنه نقول محتضن ولا مش محتضن هذا السؤال ما عاد نسأله لأنه هذه الحالة هي وجدان هي وجدان إنسان شريف وله هذا يجب أن يكون هذا وجدان عند الناس وأنا أشوف مشاهد التشييع في عكار في أقصى الشمال وفي البقاع وفي بيروت صورة متجللة وفي بيروت وفي جبل لبنان وفي صيدا وفي الهبرية على خطوط المواجهة أكيد يعني هو أبلغ من أي كلام ممكن تمام أقوله. بدي أختم معك بالموضوع السياسي اليوم في دعوة إلى الحوار بمجلس النواب المبادرة الرئيس نبيه بري لحتى من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس وهون أنا هون يعني هيك وسريعا جدا لأنه خلص وقتنا إلى من أنتم أقرب اليوم بالسياسة إلى من يعني نحن وسنيا يعني هل أنتم مع المنادين بعودة الرئيس الحريري لأنه اليوم عم يرجع ينقال اليوم أنه هو بال 2025 بدأ يتحضر إلى العودة إلى لبنان خليني أنا أقول لك لمن نحن أقرب في السياسة في لبنان نحن أقرب إلى لبنان إلى الوطن نحن أقرب إلى محاربة الفساد ونحن في صلب محاربة الفساد نحن أقرب إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة ومنع من الانهيار لأنه في منا الوضع الاقتصادي يعني له آثار صعبة نحن أقرب إلى
أسرع عملية ممكنة لانتخاب رئيس للجمهورية. نقطة على السطر. عملية تأخير انتخاب رئيس للجمهورية عملية مدينة لكل من تسبب بهذا الأمر. اليوم نحن 10 شهور من الحرب في فلسطين وعلى لبنان، مش بس على الجنوب، الحرب على كل لبنان وتداعياتها على كل لبنان. وبعض الطيف السياسي عندنا حتى الآن يعتبر أنه ما في عندنا مشكلة ومعنا وقتنا لحتى نحن ننتخب رئيس للجمهورية. نحن كنا مستغربين أنه لازم يصير في تداعي منذ اللحظة الأولى للحرب وأنه ننتخب رئيس. ننتخب رئيس، يعني هيدي دول العالم كلها سوا ما بيصير فيها شغور بموقع الرئاسة. والحوار بيصير في إذا لابد من الحوار، ما حدا بيرفض الحوار. لابد من الحوار وما بيجوز يصير في أي تهرب من الحوار. ينقعد ويتحاور ويصير في طاولة حوار وتناقش كل الأمور على بساط أحمدي. وعيب علينا، والله عيب علينا ننتظر الحلول الخارجية، ننتظر الخماسية وغير الخماسية. فلذلك نحن مع بالسياسي الفريق اللي نحن معه هو انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت وتشكيل حكومة ووضع أجندة واضحة للخروج من النفق الانهيار الاقتصادي. إلى جانب سعد الحريري إذا ما قرر العودة إلى لبنان؟ إلى جانب مين؟ سعد الحريري. سعد الحريري قراره بالعودة أو عدم العودة هو قرار عنده. بالتالي نحن إذا عم تحكي عن تحالفات في الانتخابات النيابية مثلا، يعني ممكن بكل شيء بدعم السياسي حتى لأنه واضح أنه في فراغ سياسي سني، يعني حتى ما نقول في هناك فراغ سني سياسي. أنتم تدعمون اليوم عودة الرئيس الحريري اليوم وملأ هذا الفراغ؟ بدي أختم بهذا السؤال. نحن ندعم أنه يصير في انتخابات نزيهة وحرة والشعب هو يقرر من سينطق باسمه. طب الانتخابات مثل ما قلت بالتحالفات مثلا، في تحالفات نحن ما في عندنا بلوك يعني ضد التحالف مع أي حدا من القوى اللبنانية. بدي أشكرك أستاذ علي أبو ياسين رئيس المكتب السياسي بالجماعة الإسلامية. اسم الله حلقة دسمة كانت معك، بتمنى أنك ما تطول كتير علينا. مشاهدينا وصلنا لختام هذه الحلقة من السياسة اليوم، إلى اللقاء.